الرد على الهزائم المتلاحقة اللي سببتها الأنظمة العربية، وأجرؤ على القول سوء إدارة الفصائل الفلسطينية، الرد على هذه النكسات برأيي وبكل جرأة أقول لا يكون باستحضار نصر لم يحن موعده بعد. النصر الحقيقي هو اللي شفته أنا بعيون صبايا وشباب الشيخ جراح لما عم يبتسموا للصهيوني المنتهك أرضهم محتل أرضهم، عم بيقولوا له بابتسامة هيدي أرضنا. أنا رأيي هذه الابتسامة أمضى من كل الأسلحة. هذه أول وحدة. تاني وحدة، الوحدة الوطنية الفلسطينية رغم كل التقطيع الأوصال اللي العدو الصهيوني عم يعملوا بين غزة وبين رام الله وبين كل المدن، الشعب الفلسطيني قال لا، نحن شعب، نحن منا شعوب، نحن منا شعب فتح، نحن منا شعب حماس، نحن منا شعب الجبهة الشعبية، نحن الشعب الفلسطيني، وعلى قياداتنا بكل الفصائل اللي ذكرتها أن تكون بمستوى هذه الوحدة، لأنه أي انتصار غير مستند إلى الحد الأدنى من الوحدة الوطنية الفلسطينية هو عرضة للاستثمار الإقليمي. فأنا أحيي، يعني أنا عم بسمع غنياتي بساحات الثورة بغزة وبشيخ جراح وبحيفا وبيافا وبعكا، عم بيبعتوا لي الشباب والصبايا وبغني معهم، بنزل على المظاهرة معهم، بصير واحد منهم يعني، وبرجع عمري لل 19 لما غنيت أناديكم، رغم إنه حنجرتي اتجرحت قد ما ناديت أنا، بس خلص بحس إنه واحد منهم. فاستعجال النصر والانتصار حكي له معنى استثماري أكثر منه معنى حقيقي. النصر الحقيقي هو بداية الوعي للجيل الفلسطيني الشاب في رسم مسار جديد لهذا، للنصر البعيد المنال اللي بدنا نفس كثير طويل حتى نحتفل فيه. هل باعتبارك الفنان المحبوب الجماهيري يعني المتجذر بوعينا، تعتبر الأغنية الوطنية ولا السياسية هي التي تعطي قيمة عليا، ولا الإنسان هو الذي يعني القيمة العليا عندك اليوم هي الإنسان، ولا هو فنك الموجه للإنسان؟ أنا بعتقد أي عمل فني، أغنية أو مسرحية أو منحوتة أو لوحة تشكيلية أو فيلم سينما، ما بيكون مصدرها الحقيقي البعد الإنساني الأخلاقي، كل الإيديولوجيا ما لها معنى. يعني أن نستثمر في الإنسان والإنسانية والأخلاق الإنسانية هو ذروة النضال أنا برأيي. طبعا هذا لا يعفينا من اتخاذ موقف سياسي مباشر، وأنا لازال ما اشتغلت نص عمري سياسي، وكل العالم تعرف بأي حزب كنت أنا، وكل العالم تعرف رأيي، وكل العالم تعرف أني رفضت الغناء تحت صورة أي زعيم، لا في ليبيا ولا في العراق ولا في سوريا ولا مطلقا رفضت غني إلا تحت صور الشهداء وتحت صور الأمهات والأطفال المنتشرين بمخيمات اللجوء العراق وسوريا. البعد الإنساني هو الأساس، ولكن للارتقاء لهذا المستوى البعد الإنساني أن نمتلك الأدوات الفنية التي تليق بهذه العناوين. يعني لا يشفع لأغنية سخيفة بعناصرها الفنية أن نغني للشهداء. الشهداء بيستحقوا معنا منا كل الكفاءة والجدارة والخبرة والإيمان بالجمال، حتى القيمة الجمالية تنصف هؤلاء وتعطينا معنانا كفنانين. أما الشهرة وركوب الموجات، لأن تعرف في العالم العربي عندك لبنان مثلا في مناسبات وطنية كل العالم بيصير وطنيين، أو بسوريا بلش تنرفع على الأعلام والصور والزعامات. أنا زعيمي هلأ، أنا هلأ زعيمتي، لأنه أنا نحن للأسف عايشين بمجتمع مغرق بذكوريته، أنا زعيمتي اليوم صبية فلسطينية اسمها مريم عفيفي، حكيت بطلاقة مع الجندي الصهيوني المغتصب أرضها وعم تقول له رأيها بكل جرأة، لا بحاجة لا لسكين ولا لصاروخ. هذا ما بيعني أنه السكين والصاروخ ما إجا وقتهم، يمكن إجا وقتهم بالكفاح المسلح، ولكن مستندين على مشروع متكامل وعلى وعي جمعي متكامل وعلى وحدة وطنية فيها الحد الأدنى على الأقل.